هو في يا جماعه؟ هو انتوا مش طلبه في الجامعه برضو ولا انا متهيألي؟ ما بتحضرش محاضرات ليه؟ اهو الاسطوره وصل. مش فاهم ان انت بتحضر؟ بقول لكم ايه؟ انا جعان، حد ياكل معايا؟ يلا انا هعزمك. لا يا اختي مستوره يا اختي الحمد لله. يا ابني مستوره ايه؟ هي بتقول لك هتعزمنا. قومي. هناكل كشري. بقول لك ايه؟ هو ده طموحك؟ لا كشري لا استحاله. بقول لكم ايه؟ مش قادره كمان كشري، المره فاتت كنت هموت. تعالوا انا هعزمكم على سندوتشات عند سور الجامعه. لا يا اختي انا هعزمكم. يا عم هي تعزمنا انت تعزمنا، المهم احنا ناكل. بقول لك ايه؟ تعالى عايزك. تعالى عايزك. ما تزعليش. خلاص مش زعلان. خلاص بقى. والله كانت عصبية بس شوية. خلاص مش زعلانة مش حوار. بس يعني أكيد. صفية لبن. أنا زعلانة. بس مش دلوقتي، بعدين. ما خلاص بقى. انا هو لازم يعني كل مره يحصل مشكله؟ انتوا رايحين فين؟ مش عايزين تاكلوا؟ يلا يلا. طب ما تيجي بس خدي تعالي.